بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، والتي جعلت عنوانها الاكتئاب والقولون العصبي. طبعا نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن علاقة الاكتئاب بالقولون العصبي. أعراض القولون كثيرة وعجيبة ومثيرة، والناس ديال القولون كيعرفوا هذا الشيء، هذا حتى انها تجعل صاحب القولون يظن ان به مسا او سحرا. وكاين بعض الاشخاص المرضى اللي كيمشيو في هذا المجال هذا، وكيزيدوا مرض على مرض، لان كيدخلوا في عندك السحر، عندك مس، عندك جن، عندك كذا، وهذا يزيده مرضا على مرض. هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأخصصها فقط للحديث عن واحد من هذه الأعراض، وهو الاكتئاب، وربما نخصص حلقات أخرى إن شاء الله للحديث عن بعض الأعراض الأخرى وما أكثرها وما أبشعها. أنبه في البداية أن الأعراض كيفما كانت لا تعني بالضرورة أن الشخص عنده قولون عصبي، لذلك حتى الطبيب لا يستطيع تشخيص المرض تشخيصا دقيقا عن طريق الأعراض فقط. لا بد يحتاج إلى تحليلات، ويحتاج إلى كثير من الآلات ليثبت هل أو ليشخص المرض بشكل دقيق. أول هذه الأعراض وأخطرها قلنا هو الاكتئاب، وهو من الأعراض النفسية. والأعراض النفسية عموما هي أشد على المريض من الأعراض الجسدية. الاكتئاب هذا إما هو يجعلك، لذلك أنا كنت أشعر به، أنك تتنبأ بالقولون وبحالته، وأنك تفكر في الألم والمعاناة التي تنتظرك، فيأتيك الاكتئاب والقلق. وهنا لا بد أن نفرق بين أمرين اثنين: إما أن الاكتئاب والقلق المزمن الذي يكون عند شخص ما قد يؤدي إلى ظهور أعراض القولون العصبي. بعض المرات الشخص هو يكون عنده اكتئاب، يكون عنده قلق مزمن، هذا الاكتئاب قد يسبب له الأعراض ديال القولون، يسبب له القولون العصبي، هذا أمر. لكن وهذا في الحقيقة لا نتحدث عنه، إنما نحن نتحدث عن الشخص الذي يكون عنده قولون عصبي، وهذا القولون العصبي هو الذي يؤدي إلى ظهور الاكتئاب والقلق عند صاحبه. احنا كنتكلم على الاكتئاب الذي ينتج عن القولون العصبي، القلق الذي ينتج عن القولون العصبي. وهنا يعني نحتاج لتشخيص المرض بدقة. الخطأ الذي يقع فيه المريض أو كثير من المرضى أنه يشخص نفسه بنفسه، ويحدد نوع مرضه انطلاقا من الأعراض، انطلاقا مما يقرأه أو يسمعه في الانترنت أو غير ذلك، وهذا خطأ كبير. لا بد من اللجوء إلى الطبيب المختص، وهو الأفضل والأسلم بالنسبة للمريض. علاش؟ أولا فيه ربح للوقت، بل لأن شحال من مرة كتقضي الوقت في أشياء وتعتقد أن عندك أمراض، وانت كتعالج الامر الخاطئ، انت ماشي تجي عند الطبيب، اذا كتضيع الوقت. في اختصار للجهد، شحال ديال الاشخاص كيضيعوا واحد الجهد كبير، وكيضيعوا اموال كثيره جدا قبل ان يشخص المرض، وكيبقى يجرب الوصفات، وربما يمشي عندنا هو مازال ما عرفش شنو عنده. هو ايضا اسلم للمريض، يعني من حيث محاصره المرض قبل ان يستفحل امره. تقدر هذاك المرض إلى تشخص في بدايته يكون سهلا في مسألة العلاج. نرجع إلى الاكتئاب، الاكتئاب الذي يسببه القولون. طبعا هذا الاكتئاب هو حالة تجعل الإنسان لا يتمتع بالحياة، لا يحس بالمتعة والسعادة واللذة بكل ما هو طيب وجميل في الحياة. يعني بحال نقولوا حنا كطلع عليه كل شيء في الرأس، يوصل لواحد المرحلة لأنه الدنيا تصبح سوداء في عينيه، ولا شيء يمتعه أو يسعده، أو وهذا طبيعي. وأيضا هذا الأمر أو هذه الحالة النفسية تؤثر على طريقة تفكيره، تؤثر على طريقة شعوره،
تؤثر أيضا على طريقة تعامله مع الأنشطة اليومية، خصوصا إذا كان عنده عمل أو وظيفة أو له مهام يقوم بها. هذا كله يؤثر على الشخص الذي يصبح عنده اكتئاب وقلق. الخلاصة التي نصل إليها هو أنه إذا كان الشخص عنده اكتئاب، وهذا الاكتئاب هو الذي أدى لظهور أعراض القولون، يعني الاكتئاب كان عنده قبل ما يظهر عليه أعراض القولون العصبي، ولما كان عنده الاكتئاب وطال به وأصبح مزمنا، وهذا أدى إلى ظهور القولون العصبي. هذا ننصحه بزيارة الطبيب النفسي، لأنه الذي يستطيع أن يتابع معه حالته. أما إذا كان الاكتئاب ناتجا عن القولون العصبي، يعني الشخص ما كانش عنده اكتئاب، ما كانش عنده قلق، كان شخص عادي، لما جاه القولون العصبي هو الذي أدى إلى ظهور هذه الحالة النفسية من الاكتئاب والقلق وغير ذلك، فهنا يجب العمل على معالجة القولون. هنا يعني ما نحتاج لا طبيب نفسي ولا شيء، وإنما هنا نعالج القولون. إذا استطعنا أن نعالج القولون فستذهب معه كل الأعراض المصاحبة له بإذن الله تعالى، وهذا بالتجربة. طبعا كيف نعالج القولون؟ عندنا ثلاثة مرتكزات دائما أذكرها، والحمد لله هذه المرتكزات يجب هي التي تساعد كثيرا في علاج القولون. أول المرتكز الأول عندنا هو الوصفة، وصفة الخروب المطحون مع العسل، وهذه الحمد لله نتائجها مذهلة مبشرة، ولازال الناس الحمد لله يعني يجربونها ويشكرونها كثيرا، فقط تحتاج إلى وقت. لأن يعني بعض الأشخاص في اليوم الأول الثاني الأسبوع الأول تقول لك صافي ويتركها ويذهب، لا، يجب أن تصبر عليها قليلا. وهذا طبعا ذكرته وبينته، وبينت طريقة تحضير هذه الوصفة، وأترك لكم الرابط إن شاء الله في صندوق الوصف. المرتكز الثاني عندنا هو النظام الغذائي الجيد والمتوازن والمنتظم، هذا أمر مهم جدا، وهو أيضا تحدثنا عنه فيما يتعلق بطريقة أكل يعني مريض القولون العصبي، وما هي الأطعمة التي يأكلها أو لا يأكلها. ثم المرتكز الثالث هو ممارسة الرياضة بانتظام. فإذا استطاع الشخص المريض بالقولون أن ينضبط مع هذه المرتكزات وأن يطبقها، فإن النتيجة تكون يعني جيدة بعد أسبوع أو أسبوعين، تظهر الحمد لله يظهر تحسن كبير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.